السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف طريقة ازاي ان انا اعمل معادلات حسابية جوه الوورد من غير تيبل. يعني لو عايز احسب مثلا حاجة معينة اضرب او اجمع، ومش لازم اعمل تيبل، كل اللي انا اعمله كنترول في 9، وبعد كده ابدأ اكتب المعادلة. اقول له بتساوي مثلا 4 4 في 5 5 على 3، وبعد كده اروح دايس F9 تاني، يروح هو مديني المجموع. يعني كنترول F9 واكتب المعادلة بتاعتي. اقول له مثلا بتساوي، كده اكتب الرقم، وبعد كده ادوس F9 كمان.